واحد بيقول ما هي الحكمة وما هو الذكاء وما هي الفطنة وهل كل ذكي حكيم وهل كل غبي غير حكيم وهل هناك حكمة غير حكمة الله وما معنى ان ابناء هذا الجيل احكم من ابناء النور في جيلهم لاني اشعر ان المتدينين يوجد كثيرون منهم غير حكماء في المستوى العملي وهل الحكمة لها مصادر وما هي وكيف اقتنيها ده موضوع طويل انت عايز يعني تديني برنامج طويل لكن هقول لك باجابات مختصرة يعني الحكمة تتميز عن الذكاء الذكاء شيء خاص بالعقل بالقوى العقلية اما الحكمة فخاصة بالتصرف التصرف العمل فجايز يوجد انسان ذكي ولكن لعوامل معينة عوامل اجتماعية عوامل نفسية يتصرف تصرف غير حكيم مع انه ذكي هل كل ذكي حكيم؟ لا يوجد ذكي حكيم ويوجد ذكي غير حكيم اذا استسلم لعوامل اخرى غير الذكاء لان الذكاء وحده مش هو اللي بيصرف حياة الانسان في اسباب كثيرة جدا بتصرفه زي مثلا انسان مجرم ويتصرف في غاية الذكاء في تنفيذ الجريمة وجايز يكون تصرفه يؤدي الى ضياعه ويؤدي الى اعدامه او سجنه وهل كل غبي غير حكيم جايز الغبي غير حكيم وغير ذكي الاثنين مع بعض وهل هناك حكمة غير حكمة الله طبعا ده الشيطان نفسه قيل عن الحية انها كانت احيا الحيوانات البرية او احكم حيوانات البرية وفي ناس يبقوا حكماء في الشر وفي ناس يكونوا حكماء في اعين انفسهم وما معنى ان ابناء هذا الجيل احكم من ابناء النور في جيلهم الحكمة في التصرف لكن جايز انسان غير صالح غير تقي غير فاضل ومع ذلك يتصرف بحكمة مختلطة بالشر لكن الأتقياء يتصرفون بحكمة ممتزجة بالبر بيقول لأني أشعر أن المتدينين كثيرون منهم غير حكماء ممكن مش كل متدين حكيم هل الحكمة لها مصادر وكيف أقتنيها ده موضوع طويل كثيرا